السلام الله عليكم. كما كتشوفوا معايا الاخوان، ان شاء الله غادي نتكلموا عن ماده المغنيسيوم بالنسبه لشجره الافوكادو. كما كتشوفوا معايا، هذا هو الكيس ديال المغنيسيوم او ماده المغنيسيوم بالنسبه لشجره الافوكادو. سوف نتحدث عن الدور ديالها، عن اعراض النقص ديالها بالنسبه لشجره الافوكادو. فهي طرق سهله يمكنك التعرف عليها اذا كان عندك نقص او ليس عندك. كما كتشوفوا معايا، هذا هو الكيس، صراحه من افضل الاكياس بالنسبه للمغنيسيوم، فهو امر ضروري بالنسبه للتغذيه، فهو يعتبر من العناصر الكبرى لتغذيه جميع الاشجار المتواجده في الكره الارضيه او جميع النباتات. فغادي نتحدث عليه في الدور ديالو بالنسبه لشجره الافوكادو. الموضوع ديالنا يحصل شجره الافوكادو. بعد ما عطيتكم بروغرام، سوف نقوم بإعادة تذكيرها مرة أخرى. الهيدرو، الملح 33، والمغنيسيوم، والحديد، والهوميك، والكالسيوم. هذه المواد التي أقوم بتسميدها لشجرة الأفوكادو. النتيجة أمام أعينكم من أفضل النتائج صراحة بالنسبة لشجرة الأفوكادو. غدا نتحدث عن المغنيسيوم. اليوم حلقة ديالنا هي حول المغنيسيوم، أي أن هذه المادة فهي كتعتبر من أهم العناصر الكبرى بالنسبة لتغذية شجرة جميع الأشجار. سوف نتحدث عن أعراض النقص ديالها بالنسبة لشجرة الأفوكادو. فهو أمر سهل جدا، فهو النقص ماشي في النقص بالنسبة للشجرة، فهو النقص في التربة. أي مادة المغنيسيوم تكون منقوصة في التربة، أي عندك في التربة، وخاصة التربة الرملية الخفيفة. فهي في هذه المادة تكون ناقصة بزاف بالنسبة للتربة الرملية الخفيفة. باش غادي تعرفها، غادي تمشي الأوراق الكبرى تكون أصبحت بهتاء اللون، أي أن الخضرار. فهو المغنيسيوم فهو مسؤول عن الصبغة اللونية بالنسبة للأوراق الخضراء أو بصفة عامة لجميع الشجر، الجميع بصفة عامة بالنسبة لشجرة الأفوكادو بصفة عامة، من القشرة الحبوب إلى الأوراق إلى الأغصان تجدها خضراء. فعند أن تكون نقصة عندك في هذه المادة، بالرغم تقوم بالتسميد، تقوم بالسقي جيد، إلى أن تلك المواد تظهر عندك في الأوراق تصبح بهتاء اللون، أي أن الشجرة بهتاء اللون، ما عندهاش ديك الكولور ديالها القوي الخضر اللي كنعرفوه ده شجرة الأفوكادو. فهذا فهو راجع إلى نقص هذه المادة. بالنسبة لطرق التعرف ديالها، تجده في الأوراق كتذيبها. بالنسبة للأوراق تذيبها بعض النقط الصفراء، وتصبح الأوراق ظاهرة جيدا، لأن يعني الأوراق بحال بغات ما تبقاش لاصقة في الورقة، بحال بغات تخرج لك الأوراق ديالها. وعندما يكون النقص شديد، فهو ينتقل إلى الأوراق الصغيرة، أي النموات الصغيرة كذلك، فهو ينتقل إليها، يجعلها تاني بهتاء اللون، أي عكس الكورور القوي الذي معروف عند الأوراق الصغيرة الجديدة النمو. تكون الأوراق عندها قوية، وتلك المادة عندما تكون ناقصة المغنيسيوم فيصبح بهتاء اللون كذلك. فهو كذلك يساعد على تسوية الملوحة في التربة، بالنسبة عندما يكون بي اش فوق 8 أو أقل من 5.50 بي اش، أي أنه منخفض. فهاد المادة المغنيسيوم فهي أمر ضروري بالنسبة. كذلك اللي يقول لك أنا راه ما عنديش تربة مالحة، راه غادي تمشي بالنسبة للمياه تكون كذلك فيها نسبة الملوحة، فهو هاد الأمر كذلك يساعد بالنسبة اللي كيزرع الزيتون أو التين أو أشياء أخرى أو أي مادة أو أي شيء يمكنك زراعته، راه تقدر توجد تاني تربة عندك مالح، عكس تربة ما مالحاش، أو تجد تربة مالحة والماء مالح العكس. يمكنك عمل تحاليل بالنسبة للتربة، يكون أفضل. بالنسبة لي أنا ما درتش تحاليل، أنا أستعمل هذه المادة صراحة، وتكتبوا معايا في الفيديو، أوراق خضراء ممتازة، كذلك النمو ممتاز جدا. فهذه المادة صراحة ضرورية بالنسبة لشجرة الأفوكادو، يمكنك استعمالها بالنسبة لأشجار أفوكادو من 6 أشهر فما فوق، أو من سنة فما فوق، حتى 5 سنوات، يمكنك استعماله 10 20. فهو بالنسبة للمادة غير ضارة. كذلك بالنسبة للاستعمال ديالو، أنا أستعمل تقريبا 4 كيلوغرام، ما بين 4 6 كيلوغرام في الهكتار الواحد كل 15 يوما. عند استعمالها أقوم بسقيها جيدا، وأقوم بتمريرها
في قنوات السقي، أمر عادي سهل جدا. فهو كذلك يساعد كذلك النمو الأوراق الخضراء، فهو يساعد كذلك الأغصان ويجعله قوية، وكذلك الحبوب يجعله دي كولور جيد، أي أن حبة الأفوكادو تكون عندك كولور أخضر ناصح، فهو أمر كذلك جيد. فهو كذلك أمر جيد. بالنسبة للأعراض سوف نتحدث كذلك عن الأعراض الأخرى التي قد تجدها كذلك. بالنسبة تجد أن الأغصان تكون ضعيفة جدا عند شجرة الأفوكادو، عندما تحمل بعض حبات الأفوكادو تصبح تتساقط، أي أن الجذع يصبح يسقط نفسه في الأرض، وهذا أمر كذلك هذا أمر كذلك تجده في أشجار الأفوكادو. عندما تقوم بتسميد مادة المغنيسيوم فهو يساعد شجرة الأفوكادو ويجعلها عدم قابلة للتسوس، أي أن تجد بعض المرات تسوس في الأغصان شجرة الأفوكادو، تجد مثل الغصن تجده أسود اللون من الداخل، العكس أنك تقوم بتسميدها وإعطاء المياه جيدا إلا أنك تجد تسوس بالنسبة للغصن. بعدما تحدثنا عن البروغرام الذي أعطيته لكم وهو الهيدرو والمح والمغنيسيوم، اليوم تحدثنا عن المغنيسيوم الدور ديالو. إن شاء الله مازال غادي نقوم بتوضيح كل مادة على حدة. اليوم الدور ديال اليوم تحدثنا عن مادة المغنيسيوم، يمكنك استعماله إذا كانت عندك أعراض في أفوكادو عندها نقص. بالنسبة لي أنا بعض الأشجار أجدها من حيث نمو جميلة وقوية جدا، وتجد بالنسبة تبتعد عن الشجرة بتقريبا أحد 4 أمتار أو 5 أمتار تجد شجرة مختلفة عن شجرة أخرى، فهذا أمر بعندك نقص في مادة المغنيسيوم، فهو من أمر أساسي بالنسبة لهذه المادة. يمكنك استعماله ودراجة الأمر إليك، يمكنك استعماله أو عدم استعماله. بالنسبة لي أنا أنصحك باستعماله، فهو مادة ضرورية بالنسبة لأشجار الأفوكادو، فهو غادي يساعدك، لأن شجرة الأفوكادو لا تحب كثيرا الملوحة في التربة، فإذا كانت عندك الملوحة في التربة أما غادي يكون عندك واحد النمو سريع جدا، وغادي يكون عندك واحد النمو أنت غادي تعرفها بنفسك، غادي يكون عندك واحد النمو كذلك جميل، أي أن الشجرة ترتفع بواحد الوتيرة جيدة من حيث النمو، أي أن نمو شجرة وضعف شجرة أخرى، بالرغم من أن نفس التسميد نفس الماء نفس كذا نفس كذا نفس المناخ، إلا أن اختلاف في النمو، وهذا راجع إلى هذه المادة، فهي مادة ضرورية وشحال من واحد كيغتاني عنها ما كيديهاش فيها، فهاد المادة بالنسبة لي فهي ضرورية، ما غاديش تخسر إلا استعملتي. أنا أعطيك هاد المعلومات راه ما غاديش تلقاها في شي في قناة أخرى أو في شي مكان آخر، فأنا أستعملها كما كتشوفوا معايا في هاد النموات جميلة جدا بالنسبة.